البنات نحب نعرس. حطينا تلقيتش عروس زعما يلقاو عروس عدى الزهابي يا ذنوبي. البنات يزين سعدنا يزين سعدك. البنات شقلكم في لون شعري جديد؟ صحة منو والله واتيك. أنا في الحقيقة لم يروق لي أصفر شعشوعي كيلون الزعفران. أما كان أنت مقتنعة بيه صحة لأختي. أمان مثل لا تندنس في الخليج وأمريكا، وانت تتبع في الموضة متاع الخليج الوي مش هتحجة. ما فمك ربي يا خيتي. البنات على ذكر الخليج، انتو ما تعرفوا لي خويا محسن يخدم في السعودية؟ أي ويحب يعرسه. تي معرس وش بعرس لين ولا هو مرتو كي لأخوات. إما جي لي لنهارين وقال اللي فما واحد صاحبه سعودي تضرب فيا ويحب يخطبني. وين شافك هو؟ يا اخي انت ريتو. هو راني في تصاور عرس محسن، وين محسن وراهولي على الفيسبوك. فرحت لك يا رجي من اعميق قلبي. اي شعملت كلمتوشي خرجتوشي. الحقيقه ما حكينيش برشا، هو جاي اليوم لتونس وقال لي نتقابلوا ونتعرف على بعضنا. يا هو يكلم فيا. فيسا هز وكلمه. هز وخلينا نسمع معاك. الو صباح الخير يا زينة. صباح الخير والخمير. اما اسمي رجي راهو مش زينة. اه والله الزينة عشان ادلعك يعني. يعيشك سي محمود. النافيين العريين السلطان تربي خليكم الكل. والله يبارك لك. ايش بقولك، انا جيت لتونس وبدي اشوفك ونسولف سوا. ايش قولك يا طويلة العمر. بي سي محمود انت والجماعة نكمل الخدمة ستة ونتقابلوا في القهوة. جميل تمام يا حلو يا سكرة. أنا في نفس الوقت أروح المنزل فراري شي يشتري 400 سيارة مو كتير يعني. يلا نستنى تليفونك. يعيشك سي محمود. أي بسلامة. يا والله جو سوي تري زوروز بور توا. أما بالله قل لي أكجمع علي معاها عمران وعريين وكل زعما ما يحبوش يعرسوا وزعما كيجيب شي قابلك بيجيبهم مع هالكل. ليه واه بيخي بشو قعدوا شادين شمعة. حطينا خايفة وخيتكم. هاو نكمل الخدمة ونمشيله وربي يستر. البنات يزين سعدنا يزين سعدك. يخلفيني لا رجال تو ما جيت بالك ما عمل بوها هو. ليه مدام تلقاها تشدت في الترانسبور. تيمي البارح خرجت مع واحد خليجي. هكا هو لقات راجل بعثت الخدمة واللي فاتك أغرب ما لحقتش على التوينسة دورتها خليجيين. ربي سهل لها ويسهل لنا الناس الكل. اتوا هوسي مدام. لا منوبية انا راني مانيش مزروبة كيفكم وزيد من ست صغيرة ومزيد الوقت والعمر قديمي. اي الخدمة ما قالت الناس ماكم تعرفوني كي نتغشش شنو يصير. كله الا اقتطاع الاجورة. هانا سكتنا. هو بالحق تشبه رجال توا بالله العزيز الواحد يستنى فيها تقول يستنى فيها ليل العيد. تيا اي هاي جيتا. صباح الخير لبنات. صباح الفل. أي شنوة؟ قولوا مبروكة. استنى الرد نفس ونحكي لكم. اش من مبروك واش من مسعود. واه ماذا حصل؟ يو خيتي ساعة منا قلنا باش نتقابلوا في قهوة. اي شسار ما جيش. جي اما بعد ساعة ونص وانا ننعد فيه. تقول جاييني من جندوبة واللي فاتكم مغرب جاني بجبة وكتوب الزيرو على راسه. يا متهر جديدة. تي ليلي كلبسة متاحهم. يا للا قعدنا في القهوة ساعة والسيرفور يفسر له في المنيو. في الاخر طلع يحب على كاستي وشيشة. اي البعض من الشاي شيء صحي وجميل. وخيتي وبدأ يحكي الساعة كأيل عمران وسلطان وحفيين وعريين طلعوا كل قبو وبدأ يحكي لي على روحه وطلع عمره 62 سنة. قلت ميسالش برا مش عيب ما نصعبهاش. تيو برا 62 سنة عمل توا لفهمنا وين المشكلة. استني وعادة وجيكم لحديث. يلالا قال لي لازم نكتب صديق في السعودية كنت فهمنا ويجيب لي مهري ونطلب اللي نحب. تياش من صحة. قلت له يعايش. قال لي نسكنك في الدار اللي تحب عليها ونعمل لك اللي تحب ونجيب لك سيارة وكل ما تحتاج. اما على شرط. وما هو الشرط؟ قال لي على شرط تتفاهم انت والثلاثة نساء متاعي الاخرين وتحفظ اسامي ولادي 35 الكل. ثلاثة نساء نقاب و35 طفل. اي هاي السيد طلع معرس ويحب يزيد يكمل ياخو الرابعة. قول عليه حال الجمعية باش يشارك في الالعاب الاولمبية. اوه يا خيتي ما الحكاية. يا للحول لقد خاب ظني. الشيب والعيب الا غالب وخيتي ماهيش كاتبة. ورس أختي توا ربي حلها في وجوهنا ونأخذوا توينسة يشرفونا ويرفعونا لريوسنا. هيا نكملوا هالخدمة. والبنات ربي قوي ساعدنا. البنات نحب
نعرس. حتينا تلقيت شي عروس زعما يلقاو عروس. عدى الزهيبي يا ذنوبي لبنان يزين زعلنا يزين سعدك.